يا صباح الخير على كل متابعينا ومتابعي قناة النهار في حلقة جديدة من برنامج من قلب الصعيد، مكملين في إننا نعرض كل ما هو جديد ومختلف عن صعيدنا صعيد مصر. وعايزة أقول لكم كمان إنكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك من قلب الصعيد وتبعتوا لنا كل مقترحاتكم. خلونا نبدأ حلقتنا بتقرير عن مصنع طائر الفينيق لصناعة ودرفلة الحديد، وهو أول مصنع للحديد في الصعيد، واللي موجود تحديدا في مركز إفت بمحافظة إنا، وبيعمل فيه عدد كبير من الشباب. خلونا نعرف أكتر عن المصنع وأهدافه في التقرير اللي جاي، ونرجع لكم بعد. مصنع على ارض الواقع، بتشوف الارض على الواقع، بيتعمل لها برزنتيشن او عرض، بيشوفوا فيه الوضع الحالي اللي احنا فيه وايه الفوركاست بتاعنا هيبقى عامل ازاي، او الرؤيه للتايم لاين للبروجكت بتاعتنا هتتنفذ ازاي، وبناء عليه المكان بيسحرهم. وبالتالي بالظبط دي حاجه كويسه، يعني المكان سحرهم وارتبطوا روحانيا بالمكان، ولقوا طبعا بزنس بلان محترمه قالت لهم بوتنشال ان البروجكت ده يعني ويل بي ان ادد فاليو طبعا ولاولادهم كمان. فعلا طبعا كده المصنع ليه دور في الخدمه الاجتماعيه، ده 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 اساسي ورقم واحد. احنا طبعا المصنع هو راعي رسمي لاحد احدى لجان الزكاه اللي موجوده في افت، واللي على اساسها بنقوم اتكلمنا عن الموضوع ده. لا طبعا، واحنا يعني طبيعي جدا اي ذبايح بتتذبح في المناسبات، كراتين رمضان او شنط رمضان، زيارة دور الأيتام، مستشفيات السرطان، دار المسنين،
كل دي خدمات تحفيظ للقرآن، بنأهل ناس كتيرة قوي ان هي تتزوج او ان ناس غارمين او غارمات، فلجان لجنة الزكاة ليها هي توزيع الفلوس على المصارف الشرعية. انا كمان شايف حتى العمال هنا في المصنع التعامل معاهم كويس جدا، فهم حابين المكان لانه الناس ارتبطت بالمكان، لانه العمال اللي موجودين احنا 80% من العماله من هنا، 20% بس مغتربين. شجعين جدا العماله في الصعيد. ده لدعم، هو الفكره 80% من العماله من هنا، 20% مغتربين. 20% المغتربين دول لان هم دولت الناس الاكسبرتس او الخبراء او الناس اللي عندها النوع الخبره بتاعتها للناس. وحتى الناس اللي جم من القاهره هم اللي أيدوا فكرة أنه يتم تعيين الناس من هنا، ويتم عمل خط تاني من الناس، خط تالت، أن هم ياخدوا الخبرات دي ويتعلموها، وهم اللي يليدوا الموضوع. فلما الشباب اللي من هنا ركبوا المصنع، أصبح بالتالي فكرة أنه هو يبقى موجود أثناء التشغيل ده البيبي بتاعه، هو بيشعر بالانتماء ليه، بيشعر بالولاء ليه، حاسس بإنجاز كمان عمله كبير. بالظبط، دي حقيقة، دي حقيقة. خلينا بقى المهندس احمد السبيري، ازاي قدر يكسب صفه المحافظ ان يختار في المجلس الاقتصادي؟ والله زي ما حضرتك عارفه، هو دايما المحافظ بيبقى رئيس جمهوريه الدوله في المكان. ويعني يمكن سياده المحافظ اللواء اشرف الداوودي هو كان طبعا يد داعمه جدا للمشروع، وكان بيزورنا دايما باستمرار وبيعمل لنا دعم معنوي. كذلك كان بيعمل اجتماعات دوريه جدا، ودي اول مره اشوف محافظ بيعملها وبيحضرها بنفسه بشكل مستمر كل شهر، ان هو بيقعد يسمع للمستثمرين بنفسهم، بيجينا عند كل محافظه بيقعد في ميتنج روم ويبدا يسمع من صاحب مصنع مشكلته ايه، ويكون داعي الناس القائمه على المشكله. يعني مثلا احمد سمير مصنع طاهر الفنيق عندهم مشكله في الكهرباء، الشخص المسؤول عن الكهرباء موجود، الشخص المسؤول عن الغاز موجود، الشخص المسؤول عن الضرائب موجود، الشخص المسؤول عن البنيه التحتيه موجود. فبالتالي وانت قاعد بتعرض المشكله، الشخص المسؤول يرد، وكان دايما بياخد جنب المستثمر. لا عايز تحل لي المشكله، توجد لي حل للمشكله دي بشكل قانوني وطبقا للوائح وطبقا
الحمد لله كويس جدا. دي كانت مصلحه شخصيه ومصلحه العامه، ودي طبعا حاجه رئيسيه. المكان، المكان رقم واحد في منطقه الصعيد، في طبعا منطقه طبعا كانت يعني الى حد بعيد كانت منسيه شويه، بس الحمد لله بفضل القياده السياسيه الموجوده حاليا في رؤيه ان هي يبقى في تطوير دائم ليها. طبعا الواحد لما شاف الناحيه دي وراى ان في رؤيه سياسيه ان في تقدم لمنطقه الصعيد، طبعا كان شجعت الواحد ان هو يخش طبعا يستثمر في مصنع الحديد، يبقى توفير فرص عمل طبعا في المنطقه الصعيد، خصوصا ان انا اصلا جذوري من الصعيد، فعشان كده طبعا لازم اعمر في الصعيد، خصوصا طبعا اختيار المكان اللي هو في المثلث الذهبي، طبعا في مكان استراتيجي بعيد عن المنافسه خالص عن الحمد لله يعني. بس حضرتك بالنسبه لفكره المصنع، هي فكره يعني بالنسبه لنا فكره ممتازه، بحيث ان احنا مثلا في الصعيد هنا مفيش مصانع حديد، فتكلفه النقل هتكون تكلفه عاليه لو بيتنقل من القاهره او من مكان بعيد، فبالتالي للصعيد مفيش اي مصنع حديد، فاذا احنا عملنا مصنع حديد في الصعيد فالانتاج بسهوله التسويق به هيكون بشكل كامل. فلما شفنا الفكره وحسبناها وقعدنا مع المهندس احمد واتكلمنا واحنا كلنا زمايل وفي صداقه وعلاقه قديمه بيننا وبين بعض، وكمشروع فهو مشروع ناجح، وان احنا لازم نستثمر جزء من فلوسنا في بلدنا، يعني احنا في اكثر من مكان شغالين، فداخل بلدنا لازم نستثمر جزء كبير من فلوسنا. المصنع فكره جميله وفكره ممتازه، والصعيد هنا ما يعني مكان فيرجن، مكان بكر، مكان محتاج اكتشاف، بس محتاج اكتشاف، واحنا شايفين ان التصميم فيه هيكون ممتاز، وان المنطقه نفسها المثلث الذهبي اللي موجود فيه المشروع فمكان واعد، يعني احنا اي حد هيعمل مشروع هنا في المنطقه هتكون فيه فرصه كبيره للتسويق وفرصه كبيره للشغل، يعني زي ما حضرتك شايفها في المنطقه موجوده مصانع كثيره بدون ذكر اسماء، يعني مصانع كبيره جدا في مصر، والمنطقه ان شاء الله في خلال الفتره الجايه وخلال السنين الجايه هتكون يعني زي نواه، وهتكون جزء كبير من اقتصاد مصر، وزي مصر القديمه ما كانت، مكان الصعيد هنا جزء من مصر القديمه وهو جزء اكبر من مصر القديمه، واحنا شايفين ان الصعيد في الفتره الجايه هيكون مساهم كبير للاقتصاد المصري، وهيكون دفع للامام، والدوله تدي جميع المحفزات، ويعني احنا بصراحه كل التسهيلات اخذناها، واي حد بيستثمر في المكان هنا في الصعيد الدوله بتساعده، زائد ان المكان المكان بكر زي ما قلنا في البدايه، المكان بسهوله التسويق فيه، المكان محتاج شغل اكتر من كده، يعني لو في 10 مصانع 20 مصنع بصراحه تشجعوا مستثمرين كتير. اكيد. احمد لما عرض علينا الفكره كانت في بدايه 2017، وكانت الفكره في ضمن الخيال. الفكره اللي عجبتنا عباره عن ايه؟ ان انت بتجمع شويه شباب اوريدي شغالين طول حياتهم بره، كل واحد مغترب حلم حياته انه يرجع مصر. صح. بس هيرجع مصر يعمل ايه؟ انا قضيت 20 سنه 15 سنه بره، هجيب فلوس هعمل بيها ايه؟ مشروع، هشارك حد، هعرف حد، حاجه انا ما بفهمهاش. الفكره بتاعت احمد ان هو جاب فلوس المصريين اللي مش عارفين يعملوا بيها حاجه بره مع فلوس اجانب، وعملنا انفستمنت واستغلنا قوه الاستثمار في الفتره الجديده اللي حصلت من بعد 2014 ان احنا نعمل حاجه مصريه اجنبيه وفلوس مصريين، معتبر ان هي فلوس خارجيه ما كانش عارفين نعمل بيها حاجه، وعملنا الفكره دي. الفكره نفسها لما احمد عرضها علينا في الاول انا ما اقتنعتش، موضوع كبير، موضوع كبير، اخلاقك من الصعيد كمان. بدانا جينا هنا هو، انا من اول الناس اللي جيت هنا هو في 2018 كانت صحراء، ما كانش فيه غير الحجر الاساس والسور، وبدانا نخش مغامره. فعلا. والنهارده الحمد لله احنا بنحصل ثمن المغامره دي.
اللي داوين ساسنا وتوب المرجلة على مقاسنا، يا غريب في بلادنا فوق راسنا لا يمكن في يوم فيها تتهان. معانا النهاردة أحد النماذج الشبابية الصعيدية الناجحة اللي حققت نجاح كبير في مجال الشعر. بنرحب بالشاعر محمد العثمان، شاعر قلب الصعيد، أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ أنوار، أنا سعيد جدا بوجودي وسطيكم في استديو قناة النهار، وبالأخص برنامج قلب الصعيد من قلب الصعيد، وحابب أوجه تحياتي الجمهوري من وراء الشاشات في كل مكان في الوطن العربي، وارحب بالفريق الاستديو كامل وفريق البرنامج، واعرفكم بنفسنا الشاعر محمد العثمان من محافظه سوهاج مركز ومدينه المنشاه قريه الحرزات، وجيت عشان خاطر اسمعكم اجمل وارق الابيات اللي كتبتها تتكلم عن الصعيد وتتكلم عن التجارب اللي خضتها، وتحياتي لكم جميعا. الله يشرفك. قول لنا اول مره اكتشفت فيها موهبتك في الشعر. الشعر والله انا عندي هوايه، فكنت متذوق الشعر من 2012 ممكن، يعني ده هوايه. هوايه طبعا، فحاولت اني القي شعر، فلقيت نفسي في الشعر نشرت قصيده على بدج برضو، يعني كان بدايتي قلب الصعيد، فقلب الصعيد دي لها فضل عليها طبعا عظيم الاسم الصعيد. من قلب الصعيد طبعا، وجودي معاكم عشان خاطر من قلب الصعيد، وعشان خاطر عشان خاطركم انتوا يعني. فاقول لكم من الابيات اللي كتبتهم مثلا عن الصعيد، لان مدح في ناسي الصعايده طبعا يرفعني ويرفع قدري. طبعا من الابيات اللي كتبتها مثلا اسمعكم ابيات لو حابين تسمعيها. طبعا سمعنا. اقول صعايده صعايده مين اللي زينا مين، في المرقله تلقانا رجاله على ظهر الخيل خياله، تشهد لنا كل الميادين، معارك في بلادنا خضناها حروب احنا كسبناها، صعايده احنا ومعروفين، اسال علينا جدودك واعرف يا غالي حدودك، يقولوا لك دول سلاطين، مين اللي ساد وساد غيرنا، ما فيش أسياد من أيام بيوت الطين، فينا النخوة والعفة الضعيف ناقف في صفة، ولا يوم جينا على مسكين، صحيح إحنا بنتهور ووقت الجد بنعور، بنضرب بزند متين، ما فيناش اللي يتضارى ويكفل على نفسه في دارة، لو جات علينا براكين لو تشيل وتدمر قبلها إحنا نتسمر، وتلقونا بالألوف سبتين، صغيرنا معروف حسابه الكل عامل حسابه، شناب منه خايفين وكبير طبعا بقدره، ولدنا لو ضرب على صدره قصاده الحديد بيلين، شعراء معروفة بالهيبة كلامهم خالي من العيبة، موزون بالموازين، قلت الشعر بفراسة، شاعر بيوصف ناسة مش زم في البقين، واخر كلامي تحية من قلب صافي النية وسلام للسامعين. بسم الله ما شاء الله عليك. الله يعطيك الصحة. قول لنا أول قصيدة بدأت بيها مسيرتك في الشعر. والله أول قصيدة كتبتها برضو كانت مدح الناس الصعايدة، فنزلتها عندي على بدج كان اسمه قلب الصعيد، ونشرت القصيدة دي حققت مشاهدات جامدة، يعني أول ما نشرت القصيدة دي ممكن من 2012-2013 جابت عندي 20 مشاهدة، فأنا كان بالنسبة لي رقم كبير جدا. مزبوط. فابتدت الناس تتابعني ولقبتني بالشاعر محمد العثمان شاعر قلب الصعيد، كان في البدايه شاعر قلب الصعيد، فلقيت وجودي بالناس هي اللي لقبتني شاعر قلب الصعيد. طبعا انت بتتكلم. طب سمعنا ابيات منها. ابيات منها مثلا قلت اسمع يا اللي انت غاوي تسمع، باسم اللي خالق البشر ومنظم الاكوان، صعيدي صنع رجال وبنى مستقبل، صعيدي راجل حر من صغره على مبدا، في الحياه كده جامدين ثابتين على مبدانا دايمين، لا في يوم هنتغير ولا في يوم يظهر فينا عويل، واللي يعادينا عمره ما يوم يرتاح، نخوفها بأدينا ونخوفها بسلاح، معروفة إيد الصعيد ضغطها عالي. فدي كانت القصيدة ولنهايتها طبعا. كلمنا عن العادات والتقاليد في الصعيد. والله العادات والتقاليد في الصعيد يعني إحنا اللي نتميزوا به العادات والتقاليد عندنا، ولكن في حلقة مش هقدر أوفي بعادات وتقاليد الصعيد، لكن أجيب لكم أبرزها. أبرز العادات والتقاليد عندنا في الصعيد، أول حاجة احترام الكبير. الكبير عندنا اللي قدره واحترامه، النخوة، الشهامة، ما نعتدوش على ضعيف، دايما نقف مع المحتاج. الكبير اللي قدره عندنا، فدي اللي يتميز بهم الصعيدي، النخوة والشهامة واحترام الكبير. فعلا. وعندنا الناس كلها سواسية، يعني ما بنعرف جوهر الناس، يعني ندور على الجواهر. فعلا. ومظهر البني آدم ما يفرقش معانا، أهم شيء الجوهر بتاع البني آدم. قلت أبيات برضو ممكن أسمحهم لك يعني عن الموضوع ده. قلت أوعاك تكسب ناس خسروك، ولا تبيع في يوم ناس شرينك، ولا تخدعك المظاهر وأنا أخوك، خلي المواقف تحكم قبل عينك، ألف اللي وقت الرخى حبوك، وفي الشدايد دول ناس كرهينك،
فاكر اللي قالوا مش هنسبوك، لما وقعت قاموا سايبينك. فالناس نعرفوها بالجوهر بتاعها، ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتب. احنا لاحظنا كمان ان انت مشهور في الوطن العربي. نعم. فايه اكتر قصيدة اتشهرت بيها؟ والله انا كان ليها قصيدة يعني برضو تتكلم، انا قصيدي كلها مثلا عن تجربة. تمام. اكتب عن تجربة، كان ليها قصيدة مشهورة في الوطن العربي يعني اخص بالاخص ناس اليمن يعتبر شهروها وعملوا رواج للقصيدة دي. كنت طالع مع شاب من دولة وقال لي تلعب معايا احكام على التيك توك، وانا في شعري اكتب عن حكمة عن مرقلة عن مواقف، ماليش في الاحكام ولا اللي هو داير في برامج السوشيال. أيوه. ميديا. فجاء معايا طلع وقال لي تلعب ونحكم عليك والكلام ده. انا صراحه رفضت، ما رضيتش، قلت له انا شاعر وبكتب قصايد، ممكن اسمعك قصيده؟ فقال لي اتكلم قول القصيده وممكن اسمعها لكم برضو. يعني قلت الحال وصل لخضره، الوضع اصبح خطير، شفت الخيل الاصيله الزمن قابره في الكر راكب مكان الحمير، وكم من راجل اليوم تحكم عليه المرأة وكلمتها اللي تمشي ورأيها يصير. العفو العفو يا وقت المغفرة، كل شيء واضح ما يحتاج خبير، كنت راقبك بالمقهار والكاميرا واليوم يشوفك الأعمى والبصير. الناس في الاحترام والميسرة بقت تحترم قليل الحياة اللي رصيدها كتير، من غني قام يقلد إنه عنترة ويعتبر نفسه شكسبير. المشكلة نعرفه، حتى لو الزمان طوره يبقى في عيني صغير، احنا فقارة لكن عقولنا منورة، والنفر مننا يتصرف كنا أمير، ونقامت الحرب نتعسكر ساعة العسكرة، الطفل فينا يوقع أكبر كبير، بنرضى بما نزل الله وقدره، متسلحين بالقيم والمبادئ والضمير، احنا تربينا على العز من مصدره. يا رب يا رب لا تحطنا في موقف مع واحد حقير، راسي لو وطل غيرك أنكسره، مش عايز مع الذل أتطور والبس حرير، ولو في حياتي إهانة يا رب عجل للآخرة، ولو في الغنى زل أنا راضي أحيا فقير، حرام حرام العيشة اللي تهين الحر وتجرجرة. فده كان تعبير القصيدة دي، خدت رواج يعتبر في السعودية وفي الكويت وفي الوطن العربي جميعا. حزنة ده. مزبوط. إيه نوع الشعر اللي بتفضله وانت كمان بتتكلم عنه؟ والله أنا أفضل الشعر النبطي، أكتر شيء قريب على قلب الشعر النبطي، واكتبه واكتب الشعر العامي والشعر الفصيح يعني من عشاقه، ولكني ما درستش لغه عربيه، ما اقدرش اكتب قصيده باللغه العربيه الفصحى، ولكن اتذوق واسمع الشعراء. تسمع لمين؟ يعني نسمع، انا نقرا قصائد الشعراء الجاهليه يعني المتنبي، ابو الطيب، زهير بن سلمى، نقرا قصائدهم، وفي ناس ملقياها، ولكن نتذوق الشعر الفصيح. لما تسمعنا حاجه كده من الشعر الفصيح. الشعر الفصيح، طيب في ابيات يعني مع كامل احترامي لشاعرهم، ولكن الابيات جزله. طب. وانا ما اقدرش اكتب قصيده بحجم القصيده دي، ولكن استاذن والقيهم انا يعني. تفضل. اقول ماذا جنيت ماذا جنيت لكي تمل وصالي، اني سالتك هل تجيب سؤالي، يا صاحبا سكن الملال فؤاده، اسمعت مني سيء الاقوال، لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك ان ترى ازلالي، أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد الخطيئة أو ترق لحالي، لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبت من أسمى خصالك مسلما، أنا قد وهبتك من جميل خصالي، كم قلت أنك خير من عاشرتهم وأتيت أنت مخيب الآمال. فدي أبيات عجبتني ومن الأبيات اللي حفظها يعني ما عنديش. طب الشاعر محمد العثمان واجهته صعوبات في المسيرة بتاعته؟ والله احنا صعايده وكد الصعب يعني، اكيد اي بني ادم خد تجربه واجهته صعوبات، دي حقيقه، ولكن الراجل لازم يكون كد الصعوبات. بالزبط. مش بس في الشعر، حتى صعوبات الحياه لازم الراجل يكون كدها، احنا مخلوقين عشان نواجه الصعوبات ونخوض تجارب، والراجل بالتجربه يعني. أكيد. اللي ما عاشش تجربه بحياته ما عاشش. طب هو اكيد كان لك هدف وانت بتكتب الشعر، هدفك كان ايه؟ اكيد هدفي في الشعر يعني اني اكتب عن موضوع شفته، انسقه واسرد ابيات في موضوع الناس كلها مرة بي مش عارفة تعبر عنه، أنا أعبره لهم في كلمات مختصرة يعني، بكتب الشعر عشان خاطر أوصل الفكرة للناس، أقل الكلمات توصل لأجل كده أتميز القصيدة تخش مخ البني آدم وقلبه. نعم كتبت قصيدة عن الصعوبات برضو ممكن أسمعها لك، وعن التجارب وأن الرجل يصبر والصبر حاجة جميلة، عزة النفس تسوى ملايين والصبر والله نص الرجولة. حاضر عيوني. أقول الحمولة الثقيلة لها جمالها، ما تنفعش على ظهر السخولة،
يتكون كدها وتقول أنا لها، يتسيبها للي كد الحمولة والرجالة بتتعرف بأفعالها ولا الكلام حتى النساء تقدر تقوله. وكرامتك كرامتك ما تلقى بدالها، من فقدها والله العظيم يفقد أصوله. فكرامتك ما تلقى بدالها، من فقدها يفقد أصوله. يعني الكرامة شيء عظيم، أهم شيء البني آدم قوي يعني ما شاء الله. الله يعطيك الصحة، أهم شيء البني آدم يحافظ على كرامته. فعلا. إيه أكثر قصيدة تعبتك وأنت بتكتبها حد ما خلصتها؟ أكثر قصيدة تعبتني يعني دي كانت قصيدة فيها قصة مثلا خلوها الواحد، ولكن أنا خدت القصة معه وعشتها، حسيت بتعب القصيدة، لأن الشعر لما يكون من تجربة واقع يتعب ويأثر حتى على السامع. ممكن أسمع حالكم برضه؟ زيد فضلك. قلت أو قال مثلا: خلاص مش قادر بعد ده كله أنتظر سنة في الأوجاع ونفسي صابرة، صبرت كتير ويريت قلبي ما صبر، وخلاص لا عدت أتحمل ولا النفس قادرة. أنا أظن لو حد غيره كان انتحر، وكنت شلت ذنبه وذنب روحه اللي غادرته، قتله المرض مع التفكير والسهر، والصحة اللي كانت عنده الآن مدهورة، والصحة اللي كانت عنده الآن مدهورة. كم مرة زار الأطباء وما نفع، لحد ما احتاروا وملوا من الدكاترة، كشفوا له على القلب حتى النظر، وجابوا له جهاز الضغط وعلقوا له الأسطرة، وكم من إشاعة اللي تظهر جسمه في الصور، ودواء سايل وحبوب وإبر مقبرة، لكن للأسف جات النتيجة بلا أثر، وكل الأدوية اللي استخدموها ولم أسره، لحد ما جاء دكتور وجاب الخبر، وكل الدكاترة في الطوارق تناظرة، قال المرض معروف في الجسم منتشر، من المستحيل نستأصله أو نجابره. فسألوه من جاء من أهله وما حضر، اتكلم قوله عنده ونروح لندن لأكبر دكاترة. قال ده الشوق في جسمه مستقر، شوق يذوب الصخرة اللي هي محقرة، فلا تتعبوه بكثر الفحوصات والإبر، ولدكم بخير بس الفراق دمره، ده مرض إنسان فارق أو تهجر، تعلق بيه والآن يمكن مهاجرة، ومن بعدها نزل الدموع كما المطر، ومن بعد كتمان الدموع والمكابرة وتنهت بقوة، بس ربنا ستر لولاها كانت روحها مغادرة، ونادى بأعلى الصوت: يا أغلى البشر أحبك أحبك يا أول الحب وآخرة. الله الله دي كانت أكثر حاجة يعني مؤثرة. فعلا. كلمنا بقى، احنا كنا شفنا ليك قصيدة على التيك توك بتنتقد فيها العادات والتقاليد في مجتمعنا. والله العادات والتقاليد في مجتمعنا يعني اللي هو حاصل ما يليقش بينا احنا كإسلام وكعروبة، يعني بشوف صراحة الظهريات، ولكن أدعي لهم الله يصلح حالهم، أنا عكس ده، فمش لادد علي الوضع، وكتبت أبيات يعني أنا قلتهم، ولكن أعيد أبيات منهم اللي هو قلت فيهم: الحال وصل لأخضرة، نعم صحيح الوضع أصبح خطير، الخيل الأصيلة الزمن جابرة، في الكر راكب مكان الحمير، وكم من راجل اليوم تحكم عليه المرأة، يعني بنشوف أشياء على البرامج صراحة ما ترضيش حد، الأحكام اللي هي حاليا على منصة التيك توك بالأخص حاجات يعني صعبة صراحة لا ترضى بها مجتمعاتنا، ولا احنا سعادة أصلا نتقبلوش الكلام ده، ولكن الوطن العربي كلنا زعلان عليه وغاير. كلمنا عن قصيدة بقى بتعبر عن الشدة والضيق. الشدة والضيق، نعم أديك أحلى أبيات كتبتهم عن الشدة، فيهم حكمة للراجل إنه يصبر، وكل شيء مع الصبر يجي، يعني أقول كل صعب يجي بالتسهيل، كل صعب يجي بالتسهيل، والقدر محدد الله مسيرة، وما تغيرش الدنيا راجل أصيل لا فلوس ولا شهرة ولا غيره، على الوعد مهما بينا تميل، كلمتنا الأولى هي الأخيرة، وما يهزناش اللي يهز العوائل، ولا نلتفت للأمور الصغيرة، احنا ما تهزنا إلا لو قامت الزلازيل، وما نلتفت إلا للأمور الخطيرة. ويا شعر يجيب كل التقارير لعيون أستاذ أنوار، أعطيني أفضل عبارة عمم، وما فيش داعي لذكر التفاصيل، وزيح عن بعض الأمور الستارة، أقسم بمن أنزل القاف والطور والفيل، ومن آمن بالله واستخاره، إن الشدائد ملهاش غير رقاقيل، تصبر على جور الزمان ودماره، أصبر تعدي من فوق كل العراقيل، أوصيك لا تحسب حساب الخسارة، في ناس بتحسب المرقلة بالدنانير، من أجل
في ناس بتحسب المرقلة بالدنانير وعمرها المرقلة ما كانت تجارة، من أجل كسب الربح تفعلوا أفاعيل ولا تعرفوا معنى الذكر والرجالة. إحنا على الأندال طيرا أبابيل، وإحنا لها بسجيل وإحنا الحجارة، نوقع عشان الكرامة 100 قتيل. كرامة الراجل هي رأس ماله، ولا نحب القال والقيل، ولا نحب اللي يتق الهزارة. ومش بنكتب عشان الشعر والمواويل، بنكتب عشان نجيب المعنى باختصاره. ولا بفرح باللايكات اللي على النتنا زي باقي العويل، ولا من ورا النتنا بنت لي عمارة، فكل صعب يجي بالتسهيل. جميل جدا بصراحة. الله يعطيك الصحة. بنهاية فقرتنا كده عايزين قصيدة لبرنامج من قلب الصعيد للمشاهدين. قلب الصعيد طبعا لي كل احترام والتقدير، ودولة أقول الله يديم ابتسامتكم، يلي لكم كامل التقدير. احنا نحب فيكم طيبتكم وندعو لكم دائما بالخير. ودولة أبيات لك انت، يعني ربنا يوفقك، انا ادعي لك بالتوفيق، وانا سعيد جدا بوجودي معاكي. انت اللي شرفتني. ودولة بدين اهداء ليكي، اقول في عيونك الامل بسمة تعطي لمعنى الوجود وجود، اعزب ورق من النسمة واجمل عطر في بخور العود. والله يديم ابتسامتكم، الله يعزك. نورتنا، شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم من قلب الصعيد، خلونا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. لجنة الزكاة الدندراوي بمركز إفت محافظة إنا هي كنز من كنوز الصعيد اللي بيساعد في الخدمة المجتمعية وبيدعم أهالينا هناك، وكمان اللجنة بتساهم في كفالة الطلاب والأيتام والأسر المحتاجة، وكمان بتحفظ القرآن الكريم. خلونا نشوف التقرير ونعرف أكتر عن لجنة زكاة الدندراوي بمركز إفت محافظة إنا. ليالي حلوة وهدية، ليالي طاقة البرية، فيها التجلي دايم تملي، فيها التجلي دايم تملي، والرصاصة فوق في العتالي. عايزين حضرتك تكلمنا عن المكان الجميل اللي احنا فيه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيرته خير سيرة وشجرته خير شجرة، الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي باعث الأمل في قلوب البائسين. وبعد، هذا المكان هو لجنة زكاة الدندراوي بمركز قفط محافظة قنا. هذه اللجنة المشرف عليها بنك مصر. البنك مصر بيشرف هذه اللجنة على أساس يعني تبقى كل الاعتمادات اللي هي تصل للجنة عن طريق بنك مصر. الحاجة الثانية ان احنا يعني نتقبل زكاة الناس المتبرعين اللي بيطلعوا الزكاة، يعني بنتقبل زكاتهم ونحطها في الاماكن المشروعة لمساعدة الناس اللي هي محتاجة، مثلا ناس بيبقى في مثلا مرضى، في ناس ظروفهم مثلا مادية في مساكنهم ظروف مثلا صعبة شوية، بنحاول نساعدهم قدر المستطاع. وفي نفس الوقت ازاي طيب احنا بنوصلهم ازاي؟ احنا بداية ما عملنا اللجنة عملنا اعلانات داخل البلد، ووزعنا برضو بعض الحاجات اللي هي يعني اللي هي توضح للناس ان دي لجنة وتتقبل الزكاة وتتقبل يعني التبرعات اللي تتبرع بها الناس. يعني فالناس عندنا في البلد هنا عرفوا من خلال الإعلانات اللي احنا عملناها، وبرضو بعض الناس احنا عندنا هنا الأعضاء في جلسات بتبقاني في الأماكن بتاعتنا في الدوين وكذا، يعني بيتكلموا عن اللجنة وعن أعمالها. فزي ما تقول يعني الناس احنا هنا بنعرف بعضنا ببعضنا
عن طريق اللقاءات اللي احنا. طب اللجنه بتساعد العائلة. اهل القطف بس ولا اللجنه بتساعد؟ المفروض ان اللجنه تساعد اهل القطف، لكن اذا وجدنا بعض الحاجات اللي هي ضروريه يعني، واللي هي الانسان حياه الانسانيه، بنحاول بقدر المستطاع ما نتاخرش عنها. يعني مثلا وخاصه في شهر رمضان احنا بنوزع الكرتون اللي بتاع رمضان دي فيها المواد التموينيه، بنوزعها على اهل البلد هنا اللي هم المحتاجين يعني. وفي بعض البلاد اللي حوالين مننا بيكون عندنا كميات زياده يعني، بنحاول بقدر المستطاع نديهم منها على اساس يعني ايه يبقى برضو الجمعيه منتشر سمعتها في داخل البلد وحوالين البلد. والمقيمين على هذه اللجنه دي جزاهم الله خير، او يعني اللي هم يعني مسؤولين على هذه اللجنه اللي بنقول عليهم الراعي الرسمي، الحاج مدسر القاضي، والبشمهندس احمد سمير البر اللي هو رئيس مجلس اداره مصنع الحديد طائرة فنيق. نشكرهم جدا جدا جدا، بارك الله فيهم، ان هم يعني دائما وابدا يعني بصراحه كل ما نلجا اليهم علشان يعني يساعدونا بالمال ما بيتاخروش. بالاضافه طبعا للزكاه اللي بتجينا من الناس، طبعا الحاجات دي بناخدها منهم وندي كل واحد جسيمه يعني او ايصال بالمبلغ اللي احنا اخذناه منه مسجل من بنك ناصر، علشان حتى هو يكون مطمئن يعني نفسيا يعني مستريح ان هو الفلوس بتاعته او الزكاة بتاعته هتروح في المكان اللي هو مفروض ان هي تروح فيه يعني. التبرعات برضو بتجينا برضو من الناس، في ناس تقول مثلا يعني مثلا ليها طلب خاص ان مثلا انا عايز فلوس بتاعتي دي تحطها لي في المكان كذا كذا. احنا عندنا حاجات كتير جدا جدا، زي مثلا السنة اللي فاتت احنا كان عندنا فوجئنا في بعض المدارس الخاصة الاعدادية في ناس طلبة ما عندهاش ظروفها يعني صعبة شوية، ما كانش دافع على الرسوم تحت المدرسة، وفوجئنا في اليوم اللي هو يعني الصبح هيسجلوا او هيكتبوا الاستمارات بتاعت الامتحانات. فقالوا لنا على اساس ان هو يعني لا، اي طالب هو ما دفعش الرسوم مش ما لهوش الحق ان هو يسجل استمارة. رحنا بسرعة ثاني يوم برضو عن طريق الحاج مدسر وعن طريق البشمهندس عم السمير بارك الله فيهم، ساعدونا في في الموضوع ده يعني، وخدنا كل الطلبه اللي هي ما دفعش فلوس في مدارس الاداره بتاعت قفط التعليميه، والحمد لله ربنا وفقنا ودفعنا لهم كل الفلوس علشان يقدروا يكتبوا الاستمارات بتاعتهم. ده من ضمن الحاجات اللي هي يعني برضو عندنا فرصه، لما بنلاقي فرصه بالنسبه للعلاج بعض الاطباء بيساعدونا على اساس ان هم يجوا يعملوا عندنا يعني ايه بيكشفوا على بعض المرضى باجر رمزي. وده فعلا يعني خلى برضو الناس يعني ساعدناهم ووقفنا جنبهم، وبرضو في ناس بتيجي بتاخد بندي يعني مثلا بيجيبوا لنا مثلا بالنسبه للشتاء الملابس الشتويه والبطاطين وبعض الحاجات التموينيه برضو الناس بتتبرع بها. احنا عارفين الناس اللي هي يعني محتاجه، مسجلين اساميهم عندنا وليهم ارقام تليفونات عندنا، مجرد ما يعني تجينا حاجه كده نتصل عليهم يجوا عندنا ونديهم الحاجات دي وبيطلع من عندنا مبسوطين. يعني العمل اللي بتقوم به اللجنه بصراحه عمل ممتاز جدا 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 جدا، وخاصه لما نشوف حد فعلا محتاج بيجي عندنا هنا ويطلع من عندنا مبسوط وهو منشرح الصدر، وفي نفس الوقت الجمعية بتبقى برضو يعني عندها طاقة تنزلها أكثر من كده.
كلميني عن دورك في الجمعية. تنظيم بتاع اللجنة، تخليص الأوراق الخاصة باللجنة، أي مستندات سواء كانت في المحافظة أي مصالح حكومية. أنت اللي بتروحي تخلصيها بالظبط. عند روح حضرتك في المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوري في لجنة زكاة دندراوي المدير المالي بتاعها، أو بصفة البنك أمين صندوق. طبعا الدور الأساسي اللي هي فيه إن أنا بجمع الأموال من الناس اللي هي مزكية وبننفقها في الثمان جهات اللي قال عليهم ربنا في القرآن الكريم. ولو في صدقات، الصدقات جهة مختلفة شوية على جمع زكاة المال. زكاة المال لي 8 جهات مختلفة قال ربنا عليهم، لكن الصدقات بتطلع على حسب رغبة المزكي، عايز يديها لمين أو القدر كم. تمام، ده الدور الأساسي. بعد كده في أدوار تانية بنقوم بيها مع الحاج محمد اللي هو مقرر اللجنة. أولا تحفيظ قرآن، عندنا حضرات تحفيظ قرآن أسبوعية كل يوم لأولاد وبنات وسيدات كبار. تمام، لهم يوم محدد، وعندنا أناشيد دينية يوم محدد، مع عندنا الأستاذ هاني هو اللي بيقوم بالدور ده، وعندنا ابتهالات كل يوم خميس بتكون موجودة مع الشيخ محمد مع الشيخ رضوان، الابتهالات دي بتبقى موجودة. عندنا المساعدات برضو اليومية اللي احنا دايما بنتواصل بيها مع الناس، في اللي بنروح لهم لغاية بيوتهم، وفي اللي هم بيجوا لغاية عندنا بنوصلهم الحقوق متحتهم الشرعية اللي قال عليها ربنا، دي معانا. في عندنا هنا الإدارية مروة برضو معنا، هي اللي ماسكة اللجنة وهي اللي ماسكة الكتب وماسكة الحاجات دي، بتساعدنا في كل الحاجات دي. ده بالنسبة للدور الأساسي فيها. لكن الدور المعنوي إن احنا بنحاول نحفز الناس عشان تحفظ القرآن، سواء المديح سواء الابتهالات سواء المساعدة معنا. هنا معنا برضو في كل مجموعة الأعضاء بما فيهم الحج عزت والحج علاء والأستاذ جمال الراوي والمجموعة كلها اللي معانا، صراحة كل ما حدش مقصر، سواء الأعضاء اللجنة أو الأعضاء الجمعية العمومية، كل واحد بيقوم بدوره. يعني عندنا الحاج عزت والحاج علاء جايين بدور إن هم بيجيبوا مواد غذائية من برة وبيبيعوها للناس بسعر التكلفة عشان خاطر الظروف اللي حاصلة مع الناس دي والغلاء اللي هم في بعض الناس ماشي عليه. فاللجنة جايمة بدور، وقبل كده برضو حصل إن هم جابوا مواشي ووزعوها على الناس ان شاء الله. فيعني دي بالنسبه للدوار المعنويه اللي احنا جايين بيها بره. حاجه كويسه طبعا، والحمد لله يعني ده توفيق من الله والاعضاء والمجموعه اللي معانا دي. طبعا والله مجموعه صراحه فوق من ممتاز. انتهت حلقتنا النهاردة، نتمنى انها تكون نالت اعجاب حضراتكم، وكمان ما تنسوش انكم تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك من قلب الصعيد، وتبعتولنا كل مقترحاتكم. دمتم في امان الله وحفظه.